وقامت ثورة 30 وتحرك الشعب المصري 33 مليون ينادون الحق الشعب يا سيسي، الحق مصر يا سيسي. فجاء السيسي ووضع روحه على يده وقال أنا فداء لمصر. تصور يا اخوانا، سينا كانت بتتباع بكام؟ ب8 مليار. انتوا ترضوا تبيعوا افنون ب8 مليار؟ تلت مصر كان متباع ب8 مليار، وتبقى مصر كلها 5 ولايات تبع لمين؟ تبع لقطر وتبع لتركيا وتبع لامريكا. ولكن السيسي قال لن يستطيع احد ان يمس مصر ولا شعب مصر، بل ان عندنا جيشا قويا ثامن جيش في العالم خير اجناد الارض. وتحرك الجيش المصري يضرب هنا ويضرب هناك ويموت ويصاب وتقطع أعضاؤه لكي يقول الجيش تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. أيها الإخوة الأحباب، إن مصر إن ماتت لا قدر الله مات الشعب العربي والشعب المسلم والمسيحي. مصر لو جرى لها شيء لنكب العرب ونكب المسلمون ونكب المسيحيون. فأذكر لك يا سيسي موقفا آخر، بعد أن حميت مصر جعلت محمد، جعلت عليا، جعلت أحمد أخا لتاودروس وأخا لبستوروس، وكلنا مصريون.